السلام عليكم أطفالي الحلوين، كيف حالكم؟ ماذا تفعلون؟ درسنا اليوم درس في التربية الإسلامية للصف الأول الابتدائي، وهي بعنوان نشيد الصلاة. نشيد الصلاة. قبل أن نقرأ ليتعرف ما معنى الصلاة وما فوائدها. الصلاة هي عبارة عن عبادة يتقرب بها العبد من ربه، ومن فوائدها علينا هي سبب دخولنا الجنة، وكذلك سبب لقبول أعمالنا. إذن المحافظة على الصلاة سبب لقبول أعمال المسلم، وكذلك سبب في بياض لوجهه، بياض لوجوهنا جميعا. إذن الصلاة تعتبر هي طريقة اتصال بينك وبين الله تعالى، وكذلك هناك العديد من فوائد الصلاة الصحية والروحية وكذلك العقلية. إذن يقوم كل فرد منا بالتخلص من أي أفكار توجد في داخل عقله قبل أن يقوم بأداء الصلاة، ويركز على الخشوع في الصلاة، فهي تساعدنا على زيادة التفكير الإيجابي. إذن يا أطفالي، لنقرأ سوية نشيد الصلاة. قم يا بني مبكرا مستقبلا أم القرى، وابدأ بفاتحة الكتاب وزد عليها الكوثرة، واركع لربك خاضعا واسجد وكن مستغفرا. لنعيد. قم يا بني مبكرا مستقبلا أم القرى، وابدأ بفاتحة الكتاب وزد عليها الكوثرة. ماذا نقصد من قم يا بني مبكرا؟ أي استيقظ يا بني مبكرا عند الصباح لأداء صلاة الفجر مستقبلا أم القرى. أم القرى والمقصود هنا فيها مكة المكرمة، أي استقبل اتجاه القبلة. وابدأ بفاتحة الكتاب، ونقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب أي سورة الفاتحة، نقوم بقراءتها في البداية. وزد عليها الكوثر، سورة الكوثر أي آية صغيرة، سورة صغيرة بعد سورة الفاتحة. واركع لربك خاضعا، ثم نقوم بالركوع ونقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم نقوم بالسجود وكن مستغفرا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لنكمل القراءة. رب العباد إلهنا فرض الصلاة وحذرا. رب العباد إلهنا أي ربنا رب العالمين، هو إلهنا إله جميع. فرض الصلاة أي الصلاة فرض من الله تعالى علينا، وحذر الغير مصلي. إذن عندما الناس يؤدون الصلاة يشعرون أيضا بطاقة إيجابية عالية، وبذلك نستطيع هنا أن نقوم بالإجابة على السؤال ما هي فوائد الصلاة الصحية والجسدية والنفسية؟ إذا كنت لا تصلي ستشعر أن حياتك تزداد سوءا، لأنك تبتعد عن الأمور الروحانية التي تساعد على تهدئة النفس. أما إذا كنت تصلي فالصلاة هنا تعمل على تقوية علاقتك مع المولى عز وجل، وكذلك على الثناء له والشكر على نعمه، وكذلك أيضا على الدعاء لنا ولأنفسنا ولدخولنا الجنة. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والدخول ودخول الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.
لنكمل هنا ونتابع القراءة. رب العباد إلهنا فرض الصلاة وحذر، من لم يود صلاته ورد القيامة أبتر، فاحرص عليها كلما نادى المنادي وكبر. لنكمل هنا شرح هذا النشيد. من لم يؤدي صلاته، أي من لم يصلي ورد القيامة أبتر، أي جاء يوم القيامة. معنى هنا الأبتر بمعنى الذي فقد أحد أعضائه مثل اليدين أو الرجلين. وكذلك هنا المقصود هنا أن يوم القيامة من لم يصلي جاء يوم القيامة أبتر، بمعنى مقطوع ذكره، يعني أنا لم ينال ثواب الدنيا والآخرة، أي انقطع عمله الصالح. فاحرص عليها كلما نادى المنادي وكبر، فلنحافظ جميعا على أداء الصلاة كلما نادى المنادي وكبر، كلما نادى المؤذن وقال الله أكبر. لنعود ونقرأ النص من البداية. قم يا بني مبكرا مستقبلا أم القرى، وابدأ بفاتحة الكتاب وزد عليها الكوثر، واركع لربك خاضعا واسجد وكن مستغفرا. رب العباد إلهنا فرض الصلاة وحذر، من لم يؤدي صلاته ورد القيامة أبتر، فاحرص عليها كلما نادى المنادي وكبر. إذن أصدقائي الحلوين، نختم نشيدنا الصلاة بالقول: إن الصلاة هي فرض علينا فرضها الله تعالى على عباده، وجعل لأداء كل منها أوقات محددة، ويجب علينا المحافظة على أداء الصلوات الخمس والحرص على أدائها وعدم ضياعها. وكذلك أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول عمل سوف يحاسب الله به عباده عليها، وهي الصلاة. والحرص على أدائها في وقتها المحدد وعدم التأخر عن أدائها. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وأرجو منكم حفظ ثلاث أبيات من نشيدة الصلاة. سوف أعيد قراءة الثلاثة أبيات المطلوبة للحفظ. نشيد الصلاة: قم يا بني مبكرا مستقبلا أم القرى، وابدأ بفاتحة الكتاب وزد عليها الكوثر، واركع لربك خاضعا واسجد وكن مستغفرا. أشكر لكم حسن الاستماع، وأرجو لكم أوقات ممتعة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.